ماشي ككواري في الرجاء ولا كواري في الفرق الوطني ولا ولد الدار البيضاء ولا ولد المدينة. أنا غادي نهضر كرياضي في حق هذا الإنسان. كل ما غادي نقول في هذا حق في حق هذا الإنسان قليل وخجول أنني حيت ما عرفش نقول داك الشيء كله. هذا الرجل قبل ما يكون رياضي راه إنساني، رجل الخلق خلق طيب المستوى العالي. هاد السيد اللي مات وجيت انا اليوم والاخوان يشوفوه، جينا مع رجل اللي تيحب المغرب تيحب الرياضه وتيحب الوطن ديالو ومخلص. هاد الرجل هذا كان علو يموت دابا ومخلي المدينه والدار البيضاء كلها ملكه، وكان عنده السلطه يدير اللي بغى، ولكن نقي مع سيدي ربي مات هو ساكن في ابارتمون واحد. ثانيا هاد السيد تنحبو حنا كرياضيين حيت سير واحد الفريق عتيق، فريق كبير، ودام عليه التيتر وهو الوداد، وبيه هو باش الوداد دات بزاف تاع الالقاب، وبيه هو باش الوداد لعبات ابرامي ولعبات انيني ولعبات كذا كذا كذا، حيت كانت عنده ديك لوي دو ميتر، النظره ديال الاستاذ تيشوفهم خدا الدري الصغار. الوداد ما فيهاش اللاعبين والجمهور، ولكن فيها الناس اللي كيبغيو الوداد عن بعد ولا عن قرب ولا عن بعد، كيبغيو الوداد بمعنى الكلمه بالوفاء بالاخلاص ديالهم. ومن بينهم الفقيد الله يرحمه، كان رغم انه كان كيبتعد على الانظار وما كيبانش في الصحافه وما كيبانش يعني في الملعب خفاء كما كنقولوا، فكان دائما متبع الوداد يعني من الاول حتى الاخر في عهد جميع الرؤساء اللي دازوا من بعده. فكان دائما يعني كيتصل بالناس وكيعرف، لان كيف قلت لكم الموكب الجنائزي ديالو اليوم كيبين على انه كان شخصيه ذات عنده واحد الكاريزما كبيره، وكان دائما مع الوداد كيف قلت لك في السراء والضراء. فشخصيا انا يعني افتقدنا رموز كبيره بحال الهاشمي الله يرحمه، بالله هاشمي الله يرحمه ديال وجده، شعيب الغالمي ديال الماس، دومو ديال النادي القنيطري. هاد الناس هما الرموز ديال الكره، لانهم اولا ما كيشوفوش، كيشوفوا الجانب الانساني اولا وقبل كل شيء، هذا الجانب الرياضي. والجانب الرياضي هو اللي كيخلينا اننا هنا نكونوا نديروا واحد متحدين ونديروا واحد التوليفه اللي كتمشي بالرياضه للامام، وهذا الشيء اللي فقدناه حنا في السنوات الاخيره. نتمنوا ان شاء الله تكون عبره للناس اللي كيسيروا، للناس اللي عندهم مسؤوليه، انهم يكونوا الا بغاو واحد النهار حنا هما السابقون ونحن اللاحقون. دائما في واحد النهار ولا بد ما غيكون حنا عندنا واحد النهار غنمشيو حنا يدونا للمخبره، ولكن باش يجيو عندنا مثل هاد الناس وانهم يواسيونا ويواسيو الاهل ديالنا، الا وخاصها تكون عندك واحد الكرامه وواحد الشخصيه وواحد النفس اللي ربما كلهم غيبقاو يتذكروك بها. وهذا الشيء اللي شناه في الفقيد ديال اليوم، في الفقيد سي بوكرج دايم الله يرحمه، انا لله وانا اليه راجعون. فارقنا الى دار البقاء الاب الروحي والصديق الحميم والاب وجميع الوداديين، الا هو في شخص ابو بكر الجهيم رحمه الله عليه رحمه واسعه، لانه سي بوكرج الجهيم فارقنا، وهذه خساره بالنسبه للكره الوداديه والعائله الوداديه، وخساره للكره المغربيه، لانه عطى شيء كثير لنادي الوداد الرياضي وعطى شيء كثير للكره المغربيه، لانه في الكره من ناحيه تسير في الكره المغربيه كان النائب اول ديال رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في عهد بدر الدين السنوسي، وكان كاتب الدوله في وزاره الشبيبه والرياضه في عهد الدكتور الطاهر الجوطي، وكان رئيس ديال نادي الوداد الرياضي في عهد الدكتور عبد الملك السنتيشي اللي تنطلبوا له الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل، كذلك اللي بقى كمسير في الوداد حتى اعتزل تسير ديال نادي الوداد الرياضي، وبقى ديما حب ديالو والعشق ديالو في نادي الوداد الرياضي، وخلوا واحد الكتاب ديال ذاكرة الوداد باقي ما كملوش وخلاه ومشى، ولكن الحب ديال الوداد والعشق ديال الوداد والخزانة ديال الوداد كلها اداها معاه. خسارة بالنسبة لنادي الوداد الرياضي هذا الرجل العظيم اللي كان البيت ديالو مفتوح لجميع الوداديين وجميع أي واحد كيف ما يكون نوعه، وكان رجل رياضي وكان تيحب الكرة، وكان رجل اللي عنده الشوفة ديال الكرة، لأنه ما نساوش كان لاعب ديال اليسام، ومن بعد انتقل إلى فريق الزمالك ملي كان آنذاك طالب في الجامعة ديال مصر في علم ديال الإجرام، باش يعرفوا لجميع الاخوان. كذلك بهذه المناسبه الاميليه اتقدم باسم قدماء محبي نادي الوداد الرياضي الى مكونات نادي الوداد الرياضي والعائله الكبيره والصغيره، وانا لله وانا راجعون.